ألف مليون تريليون مبروك للمنتخب الوطني الكأس العربية يا أبو قرة. قلنا لك ما تمرضناش، قلنا لك يا أبو قرة سعيود لازم يلعب، سعيود لازم يلعب أبو قرة، والحمد لله سما من مقابلة مصر احنا نقولوا يا سعيود لازم يلعب. سعيود ما كان مزياني، سعيود ما كان مزياني مقابلة المغرب، مقابلة قطر، الحمد لله الحمد لله لاعب مطلب الجماهيري الشعب الجزائري كامل يقول يا سعيود يا سعيود. دخل سعيود بين باللي راه الشعب يعرف كرة القدم، الشعب الجزائري يعرف ويفقه ويفهم كرة القدم ويتنفس كرة القدم. كي قال سعيود لازم يلعب الشعب عارف اش راهو يقول، لأن سعيود يستاهل يلعب. والحمد لله الفيديوهات كاينة منذ مقابلة مصر وحنا تكلمنا على سعيود، لأن مزياني يدير في المهام نتاعو الدفاعية على أحسن وجه، رغم أنه يعني بعض الأحيان يخلي فراغات لكن يضيع، ما عندوش هذيك اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة غايبة. شكون اللي عنده اللمسة الأخيرة؟ وشكون اللي عنده الفنيات؟ شكون اللي عنده الكونترول دو بال؟ يجي كونترول، يجي بالون من السماء يكونتروليها، هو سعيود. قلناها مرارا وتكرارا والحمد لله سعيود يسجل هدف خرافي، هدف خرافي، ما قدرش يعمل ولا شيء الحارس نتاع تونس، هدف خرافي، هدف فن نتاع واحد فنان، لاعب فنان. اذا الشعب الجزائري هاو حقك، الشعب الجزائري يعرف كرة القدم. كي قال الشعب لازم سعيود يلعب، ولان سعيود عنده امكانيات باش يعاوننا، النتيجة بانت. الف مليون تريليون مبروك للمنتخب الجزائري، فرد فرد، لاعب لاعب، ما ننسى ولا لاعب، خاصة اللي شاركوا اليوم. شتي دار مقابلة خرافية دفاعيا وهجوميا، يعرف نوعا ما اللاعبين تاع منتخب تونس بحكم انه يلعب بطولة تونسية. بن عيادة نفس الشيء، رغم انه دفاعيا كان طوب طوب طوب، هجوميا فقط ما حاولش، وهذا امر متوقع نظرا لعندهم التوانسه الاطراف اقوياء صراحه يتمتعوا بالسرعه، وتونس يضموندو البالون ويخرج لك كي تغلقت عليهم. بن عياد غلق عليهم وشتي عادوا الكره يلعبوها من العمق من الداخل من الوسط، يستلموا الكره ويحاولوا انهم يديروا مراوغات ولا ويفكوا نوعا ما الدفاع الجزائري. اذا الدفاع بدران ما نقدرش نقول بالعمري انه معروف ونعرفوه كامل، صحيح انه عقب على فتره فراغ مقابلات اللي كان خارج اطار نوعا ما، لكن دار مقابله تاع العمر سواء مقابله قطر او مقابله منتخب ضد منتخب تونسي. وسط الميدان بندبكة ما كان له نعطيك اسم اخر نتاع نجم عالمي، لكن يبقى بندبكة صراحه اللي رغم انه ما يقص يعني ذو طابع هجومي يعني وسط ميدان هجومي، لانه حاول قد ما يقدر انه يقطع اكبر عدد من الممكن من الكرات. ايضا ميريزيغ اللي كان نوعا ما عجبنيش المقابله تاع اليوم، ما اداش مقابله كما ينبغي، يضيع العديد من الكرات. اذا تغييره بزكريا دراوي كان منطقي، ابراهيمي هو ابراهيمي، المايسترو يوسف بليلي اللي ما يعني صراحه ما سجلش لكن كان دائما يقلق هو وبغداد بنجاح. بغداد بنجاح ما سجلش لكن مقلق. قلتها ونعاودها، العيب اللي في بوقرة قلته سابقا ونعاودو، انه ما عندوش البديل ولا هو اختيار خاطئ لبديل بنجاح. الحمد لله اليوم بغداد بنجاح لعب مقابلة كاملة بالأشواط الإضافية وكان حضوره مهم 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 جدا. صحيح انه بغداد بنجاح ما سجلش لكن حضوره مهم جدا. بغداد بنجاح يفتح الدفاع تاع تونس، وهذا الشيء اللي نحوسوا عليه هنا باش يقول عنده حريه للاطراف سواء ياسين ابراهيمي او يوسف بليلي. وبالفعل انه اقلق جدا دفاع المنتخب التونسي بغداد بنجاح، ما عندناش البديل قلتها ونعاودها، وهذا خطا يرجع الطاقم الفني اللي ما اعتمدش على مثلا بنيطو كمهاجم ثاني لا قدر الله اصابه ولا، لكن الحمد لله سلامات انه بغداد بنجاح اليوم لعب مقابله اساسيه وكان عنصر مقلق جدا للدفاع التونسي. ايضا بدون ان ننسى الدور الكبير اللي قام به الحارس العملاق رايس مبولحي اللي انقذ المنتخب في العديد من المرات ويبقى حارس نمبر 1 بدون منازع، الحارس اللي يعطي طمأنينة للدفاع نتاعو المنتخب كل واللاعبين كامل.
إذن يوم مقابلة عمر، ألف مليون مبروك وألف مليون تريليون مبروك للمنتخب الوطني، الكأس العربية. اليوم نفرحوا، اليوم يوم فرح، ومن بعدها راح نتكلموا على العديد من يعني المعطيات والحيثيات المقابلة والعديد من الأمور. إذن المنتخب الوطني الجديد، المنتخب المعدل با، فيه لاعبين من المنتخب الأول، صحيح أنه ثلاثة أو أربعة لاعبين من المنتخب الأول، لكن بوغرا يعني ولو يعني عدنا عتب عليه على عدم إشراك سعيود منذ البداية وعدم جلب مهاجم ثاني بديل لبغداد بنجاح، إلا أنه نجح تكتيكيا ضد من؟ ضد من؟ ضد منذر الكبير. من هو منذر الكبير؟ شكون هذا منذر الكبير؟ منذر الكبير هو مدرب المنتخب التونسي الأول. يعني اليوم فزنا 2-0 ضد من؟ ضد المنتخب الوطني التونسي الأول، ضد السليتي المساكني حنبع اللي يلعب في مانشستر يونايتد. ونزيدكم معلومة أنه كاين ثلاث لاعبين يلعبوا في أوروبا وجاءوا لعبوا البطولة العربية، ثلاث لاعبين منهم مدافع ومنهم الله أعلم مهاجم ومنهم حنبع المجبري يلعبوا في أوروبا وجاءوا لعبوا مع المنتخب التونسي. احنا ما عدنا ولا لاعب يلعب في أوروبا، ما عدنا ولا لاعب يلعب في أوروبا، عدنا لاعبين يلعبوا في الخليج وعدنا لاعبين يلعبوا في بطولة جزائرية في تونس وفي تونس. إذن يعني 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 الشيء اللي عملوا بوغرا يعني صراحة، رغم أن قلتها ونعاود الشعب الجزائري كان غضبان منه على عديد من الأمور، لكن أقدر يوقف الند للند مع مدرب هو مدرب المنتخب الوطني الأول والمنتخب التونسي الأول بكتيبة تاعو بالأرمادة تاعو بمساكني وما مساكني. مساكني ما كان والو، دخل معلول ثاني ما كان والو، معلول لعب الأهلي المصري وجناح الطائر وأحسن ظاهر أيسر في إفريقيا، ما كان والو. علاش؟ لأنه كاين منتخب متجانس، منتخب عائلة واحدة، منتخب قوي، منتخب يلعب بعزيمة وإرادة وروح انتصارية. أوقف المنتخب التونسي الأول اللي فاز على مصر في نقولوا في 90 دقيقة، ما نقولش أكثر من 90 دقيقة، والمنتخب الجزائري لعب مقابلة نتاع المغرب 120 دقيقة، ولعب مقابلة نتاع القطر 118 دقيقة في يعني في أول مرة تصرى، ويعني متعب منهك بدنيا، ولعب مقابلة ضد المنتخب التونسي ولا أروع 120 دقيقة. أيضا الطاقم الطبي بفضلهم اللاعبين استرجعوا إمكانياتهم خاصة من الجانب البدني والتعب، وبالتالي الفوز بالكأس العربية. مليون تريليون مبروك للمنتخب الوطني، 1-2-3 فيفا الجزائر. إذن فالأخير منتقلنا مع مزيد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.